في ايه؟ الرائد خالد علي عمو. السلام عليكم يا بلدينا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمور يا باشا. بقول لك إيه؟ في واحدة ساكنة هنا اسمها لمياء العمروسي. وحضرتك بوليس برضه؟ لا مش بوليس. أصل البوليس كان يدور عليها، هي عملت حاجة؟ والله؟ طب ما تعرفش هي راحت فين؟ لا والله ما أعرفش. آه. طب كده هتعرف؟ والله بيقولوا إن سافرت مع أهلي. آه. سافرت بقى مع أهلها فين؟ مش عارف. طيب وفرت. طيب أما تعرف أدي الكارت بتاعي أهو، كلمني على التليفون. ليك ده يا باشا؟ ها؟ ما قدرتش أعرف أي حاجة. لا سبع. هو انت صورتك مش واضحه ليه؟ بكلمك وانا سايقه حبيبي. هو انت مش قلتي عندك سواق؟ بس هو اجازه النهارده. المهم انت اخبارك ايه؟ بقى لك فتره مش بتكلمني ليه؟ انا الحمد لله بس مشغول اليومين دول. مشغول في ايه يا عم المهم؟ عايز اقول لك ان الدنيا هنا والعه. بس الاخبار اللي بتجيلي من مصر بتقول ان الدنيا هاديه. اه ما هو الدنيا هنا هاديه بس في العيله مولعه. اصل خالو رحيم لسه خارج من السجن. فرح انت روحتي فين؟ ابدا كنت بعدي الاشاره. طب زياد حبيبي هكلمك تاني بعدين علشان وصلت الشركه. اوكي خلاص اوكي باي. سامي احنا لازم نلاقي البنت دي باسرع وقت. انا مش عايزك تحط امل كبير على البنت دي. انا ياما مر عليا قضايا اشكال والوان من نوع ده، هتلاقيها هربانه من الخوف مش اكتر. سامي هو انت ليه فاهم كده؟ مش المفروض تطمن من الزبون بتاعك؟ علشان انت مش زبون يا عماد بيه. الو؟ ايوه رامي. اه لا 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 ابعت لاحمد بيلبس شيك ولسانه حلو. ايوه هو اللي هيقدر يبلفه. ايه حصل امتى الكلام ده؟ طيب 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 خلاص أنا هتصرف. عندي معلومة مش عارف هتهمك ولا لأ. مش جيني يا وش الزعب. أمينة هانم اتطلقت بعد ما عرفت إن رحيم خرج على طول. أوه أمينة تتطلق يوم رحيم بيخرج من السجن، وبتزور داليا يوم داليا ما يتقبض عليها. عارف يا سامي أنا بصعب عليا الشحاتين جدا، بيصعبوا عليها لدرجة إني عايز أقتلهم. أصل هما عايشين عيشة طالع عين أبوهم فيها. فقر وجهل ومرض. عارف أنت لما تقتل واحد من دول حد هيسأل؟ خالص. ده هينبسطوا جدا إنك ريحتهم منه وهو نفسه استريح من الدنيا وقرفها. إيه رأيك أقتل الشحات ده؟ طب أنا هنزل هنا. ثانية واحدة ثانية واحدة استنى ثانية واحدة. خش هات لي سيد عيد من جوه وطلعه الضابط فوق عشان عايزه. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت ابن رحيم قبضوا عليه وجابوه على الاسم ده. رحيم؟ بس الاسم ده مش عندنا يا عبد الحاج. طب الله يخليك حلم حلم ولا حلم موجود عندنا يا ابني. يا حبيبي بص كده عشان هم قالوا جابوه على الاسم ده. يا حاج انا بقولك الاسم ده مش موجود عندنا. انت اللي عايز تخش تفتش خش فتش، بس انا مش مسؤول انك تخرج منه. بس يا اخويا احنا متاكدين ان هم هنا عشان انا حافظه رقم البوكس اللي جابهم، وانا شفته بعينيا دول واقف بره. اها البوكس واقف بره. يا استاذه الموضوع كبير وانصحك ما تدورش عليهم، هم هيظهروا. خد الحاج خد الجماعه وروحي ادعي لهم دعوه حلوه. يا لهوي ربنا يسترها معاكوا يا اولادي. ربنا يسترها معاكوا يا اولادي. يا حاج هدا لاولادك.
وانا جوزي بقى له ربنا. الحمد لله على السلامة. كل ده في الطريق؟ طلقتي ليه؟ ليه؟ عندك عريس ليا؟ أنا لو عندي عريس أجوز واحدة زيك؟ عماد، دي تاني مرة تغلط فيا، المرة الجاية أنا مش هسكت لك. المرة الجاية بعد دقيقتين، الحقي فكري بقى هتعملي إيه لما أغلط فيكي؟ أنت تعرفني بقالك سنين يا عماد، هي دي أول مرة يعني اتطلق فيها؟ التوقيت مش عاجبني. خلاص يا حبيبي، المرة الجاية إن شاء الله هبقى أخد رأيك قبل ما أتطلق. ردودك مش عاجباني. عاوزك تقول ردود تعجبني. هتعرفي ولا اوريكي افعال ما تعجبكيش؟ عماد انت في شركتي على فكره. ده رد كويس. على الاقل خلاني اضحك. شركتي؟ عماد احنا مصلحتنا واحده. ما تيجي نتكلم بصراحه كده. انا عارفه كويس قوي ان انت عايز داليا. وانا مش عايزاها الرحيم. يعني انا من مصلحتي انكم تتجوزوا مش اني احبسها، صح؟ اللحظه اللي هعرف فيها انك ورا اللي حصل لداليا انت عارفه انا هعمل ايه. مين اللي كان خاطفك يا حبيبي؟ مش فاهم حاجة يا باشا. مش أنت كنت مخطوف يا حبيبي ولا إيه؟ لا أبدا. لا أبدا؟ إزاي؟ ده أخوك المحترم هو اللي قال كده. إمتى حصل الكلام ده يا باشا؟ الله، لحقت تنسى ولا إيه؟ بس الحقيقة أنا أول مرة أعرف إن معاليك بقيت تشتغل في الجنائي دلوقتي. إيه؟ بقيت بتهتم بقضايا الخطف؟ السبع سنين اللي قضيتهم في السجن عرفوك عننا حاجات كتيرة، بس ما كانوش كفاية. انت فاكر ان الفلوس اللي خرجت بيها من البلد في ليله اياها اتنست؟ فلوس؟ فلوس يا باشا. يا رحيم، بقيت تنسى كتير قوي كده ليه؟ اوعى تكون فقدت الذاكره. بس عارف انا بحب قوي الناس اللي بتنسى، بيسلوني. اصل الوقت هنا بطيء. نمت يا ابن المقرفة؟ ساعة يا واد بلف بيك، جبتلي زن في نافوخي. شكلك هتطلع مقرف زي أمك. لا زي أبوك، أمك كانت عسل يا واد وهي زي. طب بس سد زمانها جاي. بس يا اخويا تمام النوم، تبينها جت. بت يا بسمة، أنت يا بت؟ أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا أختي. سيبيه لسه نايم، عملتي ايه؟ ما عملتش حاجة. يعني ما جبتش فلوس؟ يا بنت الموكوسة، يا بنت ده احنا حرمتين عايشين في البيت من غير باب بسببهم. ياما هشام واخوه اتقبض عليهم. ما يتقبض عليهم ولا يغروا في 60 داهية عيلة واطية. ما طلبتيش من اخته فلوس ليه؟ ما تفتحي مخك معايا شوية ياما، اطلب من اخته ازاي في الظروف اللي هي فيها دي فلوس؟ الولاية تقول عليا ايه؟ لا حسيسة يا بنت، وهنعمل ايه يا اختي في الغرقة اللي احنا فيها دي؟ يا بنت البيت ما فيهوش ولا لحلوح واحد، واللي كان بيقضي يا اختي مني ما بقاش يقضي بعد اللي حصل. كله بسبب النيله اللي بليتينا بيه ابن المبقعه. خلاص كفايه، ارحمي بقى ارحمي. انا مش عايزه اسمع الكلام ده، ولا طايقك ولا طايقه حد. ماشي يا عين امك، شدينا بلاستر. نسب يعر يا بنت تلحلحي، سقف البيت هيقع فوق نافوخنا. مش فاهم ليه لغايه دلوقتي ما جوش عملوا معانا الواجب. مستعجل قوي يا اخويا،
ربنا يهديهم علينا. بس انا برضه لغايه دلوقتي مش فاهم هما ليه ما جوش عملوا معانا الواجب. لا في ايه يا حلمي؟ اقعد انت امر فيها كده لغايه ما العيون فوق دماغنا. يا جدعان انا لسه كنت خارج من الحبس، هرجع تاني؟ انا مش فاهم انت ازاي كنت ممسوك كل الفتره دي كلها وما عرفتش تلقط لنا كلمه ولا حتى اسم نفهم منه اي حاجه. قلقت ايه؟ قلقت ايه؟ انا كنت متغمي طول الوقت وقاعد في اوضه متر في متر باكل طقه واحده، عايزني بقى ازاي اركز في كل اللي حواليا؟ وبعدين يعني انا كنت فاكر الموضوع ده يخصني انا، يعني برا عنك انت. انا اساسا ما اعرفش ان انت خرجت غير يوميها. انا اقول يا رحيم، فاكر اخر مره انا اتحبست فيها هنا؟ انت جيت عشان تخرجني وكان معاك يوميها راجل كبار قوي، الراجل ده راح فين؟ احنا في ايه ولا في ايه يا حلمي؟ اصل انا افتكرت الموضوع ده دلوقتي. الراجل ده كان اسمه ايه؟ ما تسك بقى على سيره الناس الزباله دي. يوه. طب وبعدين طيب؟ اطقطم بقى يالا. هيبان. كله هيبان. ما هم اكيد مش مخرجيني عشان يحبسوني هنا. ايه ده؟ وانت مش خرجت عشان خلصت مدتك؟ انا القضية الوحيدة اللي اتحكم عليها فيها كانت قضية حيزات سلاح، وخدت فيها 5 سنين، والباقي بقى كان هدايا من عندهم على ذمة قواضي تانية. ليه بقى خرجوني دلوقتي رغم ان القواضي دي لسه شغالة وما اتحكمش فيها؟ يمكن عشان حوار 700 مليون؟ يمكن. هو ايه حوار ال 700 مليون ده؟ امال انت فاكر كنت مخطوف ليه؟ ده انت كلك على بعضك ما تسواش 3 ساغ. ايوه طب ما انا عايز افهم. روح اقعد هناك. عم حلمي. جيب سيجاره. دي اخر سيجاره معايا. ونشد لك نفسين نفسين خلاص.